بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بأحسن أحوالكم. فيديو اليوم راح يكون تقاسم معكم خياطة قندورة مراحلها، يعني مش كل المراحل بالتدقيق، لكن اللي متبعيني من قبل ومتبعين دروس الخياطة راهم يفهموا عليا تخي بيان واش راني ندير. هنا راني درت لكم فقط روتين تاع خياطة قندورة، ومام طون راحين نهضروا على موضوع سألتني فيه أخت، حبيت ندير حاجة وحويجة، يعني نفصل نخيط ومام طون راني معاكم نحكيو في الموضوع اللي هو هل ممكن ندخل مشروع أو نفتح محل، يعني نونجاجي في مشروع وأنا ما عنديش خبرة. نحكيو في الموضوع دركا في سياق الفيديو، مع سياق الفيديو جو بونس يقولوا هكا راني شويه نتعلم في كلمات لغه عربيه هكا باش نفيدو ونستفيدو. الخياطه راهي في صاله على القيس، خياطه عاديه سامبل تاع عمرها نص عمر، حاجه خفوفي تاع برود، يعني ما فيهاش فصالات، فقط رقبه، عرض الكتاف، الهبطه تاع التابق، وفصلت على عرض القماش على القيس اللي عندي. هاكم شفتو حطيت القيس وجبت بقيمه زوج اصبع زايدين، وديت تاني في العرض زوج اصبع، درت حساب انه القندوره تاع القيس راهي بيزو، ممكن سيده كي تلبسها تتجبد عليها، وميم طون كتان ما راهوش مشرب، انا مزروبه ولا سيده سحقت كي نهضرها، درت حساب انها كي تغسلها ممكن انها تشرب لها شويه، يعني القندوره راهي عريضه على القيس بواحد الربع صباع. هنا هذاك المخص شفتك منين ديت المراوح البنات، المراوح ديتهم من الجهه اللي فصلت وفضلوا لي هذوك لي مخصو، هذوك هما اللي درت بهم المراوح، واحده مقفوله واحده محلوله، نخيطهم في زوج باش يجيو كيف كيف، والكتان راهو منور ان كولور سومبر، الخياطه ما تجيش باينه خلاص. شوفوا كيفاش نفصل دوك، انا نعدل الفصاله تاع لي مونش او المراوح، وكل شيء راهو موجود في القناه البنات. حبيتوا طريقه فصاله المراوح، حبيتوا طريقه فصاله لا مونش كوربي، لا دومي مونش، كم الجرس، يعني لي مونش كامل، او الكم الاساس لي مونش كامل راني حطيتهم، راهم دوره تكوينيه موجوده في البلاي ليست في القناه. شوفوا لا مونش البنات كيفاش نقصت منها واحد زوج صباع، تم تركب في راس الكتف وتجي نازله بهذه الطريقه. هذه هي المروحه، تجي باهيه في اللبسه تاعها وما تجيش مغمومه، او ميم طون تجي مستوره، اهم شيء ان القنادره تجي مستوره، وهذا واش اكدت لي السيده انها ما تحبش القنادر يجيو امعليين في جهه الطابق. كملت فصلت القندوره، يعني ديت العرض اللي نسحق، عدلت الدفاره من تحت، ديت واحد الربع سبع نكتر، واحد الخمسه سبع، واحد 8 سنتيم، وخرجت الصفر ورحت للماشينه، بديت هنا حل نحيت هذوك الزياده على القماش وحليت الجهه المغلقه. الاخت اللي طلبت مني كيفاش كان ممكن، تقول يا خالتي يا طاطا اذا ممكن، هنا كنت راح ندير البنات واحد اون بانس في الكتاف، واحد الوقت حنا كنا نخيطوا بالطريقه هذه، قلت في حاله ما عندي سوفيزامون قماش ندير لها اون بانس، سينا مش مشكل، يعني نقدر نحط لافيز لينا طريقه لفس السجاف الرقبه، مازلت نستعمل هذه تاع لافيزلين ونسجف بالتيل، احسن الطرق نتاع الرقبه، القندوره الدور الرقبه ما تفسدش، يعني تلبسها عوام وسنين حتى نهار تقطع القندوره والرقبه والسجاف نتاعي يقعد كيما راه ما يروح ما يجي. انا مازلت نخدم بضمير يا البنات، انا ما نقدرش نسجف فقط باللافيزلين ونطلق القندوره، ولا ندير لها فقط لوبي ونمد القندوره، القندوره تجي مكرفسه، تجي مشفيني، تجي سواقي كيما هذوك اللي تباعوا تاع السوق، هذوك تاع 50 و60 في القندوره. خلينا البنات كل واحد ومقدوره، كل واحد كيفاش يتمشى، واحد يرضى على روحه يلبس حتى 50 و60 في القندوره، المهم القندوره تكون رخيصه، لكن واحد لا يقول لك القندوره تكون متحوفه وعلى مقدوده بيان كوم يلفو في لافينيسيون تاعها، وما يهمنيش سومتها او سومه الخياطه. انا مازلت نتعامل بالطريقه هذه، اني نخدم بضمير، نخدم الحاجه متقنه ونطلب حقي. البنات قلنا الدخول في اي مشروع لازمك الخبره، ما نقدرش نونجاجي في اي خبره في اي ميدان دون خبره، مستحيل يا البنات، حتى في التكوين المهني. واش راني ندير هنا؟ كنت نعدل في البورتابل. حتى التكوين المهني لما تدخل تدير التكوين تاعك وتكمل التكوين، راهو يبعتك ستاج، ما يبعتكش كاري، ما يعطيك الدبلوم تاعك ويطلقك الحياة العملية. الستاج هو باش تدرب، باش تحكم يدك، خبرة ليك، تشوف على الميدان، تدخل الميدان العمل، تدخل سيغ تيغان كيما قالها الواحد. حتى ولو الأخت تقول لك شوف شوفوا القطقوطة تاعي ما خلتنيش اليوم نخدم خلاص،
شوفوا يا البنات، اي ميدان ما نقولش انا غير الميدان الحرف هو الخياطه فقط او الحلاقه او يعني الميادين هذول انا مدربه فيها. الحرف راهي كثيره وراهي بزاف، وكل واحد والحرفه نتاعو، حتى الاخوان الرجال يعني كل واحد والحرفه نتاعو. مثلا الحلاقه رجالي واحد في لا مينويزغي، لا بلومبغي، هذيك تاع الالومنيوم، الكزاز، بزاف بزاف، حتى لا ماسونغي راهم كاين الاخوه اللي فاقوا مع رواحهم وداروا لا كارت دارتيزان نتاعهم ويخدموا يعني ريغلو حالين يعني لواحد المشاريع نتاعهم. الدخول الميدان بدون خبرة هو انتحار بالنسبة لي أنا. علاه؟ راح ما تكونش عندك خبرة في التعامل مع الناس، حتى ولو راكي توب دي توب في الميدان نتاعك، راكي خياطة ماهرة، عندك لو دون، يعني عندك الموهبة من عند رب العالمين. تدخلي الميدان وانت ما عندكش خبرة مع التعامل مع الناس، الناس هما اللي يحبطوك، هما يهبطوا لك الإرادة، هما اللي يبوظوا لك المشروع نتاعك، هكا نهضروها بالعامية نتاعنا. في ميدان الخياطة نفس الشيء، في ميدان الحلاقة نفس الشيء. ماذا بيكم؟ ماذا بيكم البنات؟ ماكم خاسرين والو. ديتي الدبلوم تاعك في الحلاقه ادخلي تدربي عند حلاقه، ديتي الدبلوم تاعك في الخياطه ادخلي تدربي عند خياطه. انا دائما نقول لكم اقلبوا الامور لصالحكم، استفادوا، ما يهمش حتى ولو ما عطاوكمش حقكم، حتى ولو كلاوكم في صورتكم، حطوا روحكم دائما انتم الرابحين. راكم تدربوا عند الناس، راكم هذول الحرف او ليزاتوليي اللي راكم تدربوا فيهم راكم تديو في الخبره، والخبره راهي تفيدكم عمركم كامل. لما تكونوا في هذاك لاتوليي او في هذاك المشغل البلاصه اللي راكم دخلتوا وتديو فيها خبرة، راكم تكونوا عوينة ودينا، راكم تكونوا عينيكم على كل شيء، على الخياطة، على التعامل، على المشتريات، على التعامل مع الناس، سخطوا التعامل مع الناس، تديو الخبرة والتعامل في كل شيء، حتى الحلاقة، صناعة الحلويات، تدخلوا لهذاك لابرونتيساج اللي ديروه عند الناس، راكم باش تديو خبرة في التعامل مع الناس افون تو. سيدي راكي تعلمتي، راكي المهنة تاعك، راكي عندك لا ميتريز فيها، راكي تقنيها لابعد الحدود، لكن التعامل مع الناس يقعد جانب وحده، سيرتو لك راكي صغيره. ما تقوليش راكي نقدر ميتريزي نحل المشروع نتاعي والميتريزي التعامل مع الناس، ابدا. الناس راهي تحقر بالعين وتشوفك صغيره، وتشوف الا كان شافوك عاقله يشوفوك كان ما تميتريش الهضره مليح، ما تسبقيش في الهضره، تتبخصي، كي يغلبوك بالهضره تسكتي، تهبطي عينيك في الارض. هنا الناس راهم خلاص يبخن لو دوسو، تمك كما نقول لكم الناس يديو عليكم نظره انكم فابل ديسبري، ما عندكش قوه شخصيه، تقدر تفوت هضرتها عليك كما تحب، تقدر تمشي هضرتها كما تحب، وتكزيجي عليك الحاجه اللي تحب وتمشيها وتديها كما تحب. على بالي نقول لكم من الاحسن فورجي لو كاركتير، لازم يكون عندكم ان كاركتير فور، ثقه بالنفس، اراده باش تخدموا، وتعرفوا فنون الرد. انا نوصيكم يا البنات على فنون الرد، رانا في مجتمع ما يعلم به رب العالمين، طويله اللسان غلبت كلش. انا ما نقول لكمش كونوا طويلي اللسان، لكن كونوا تعرفوا تردوا، كونوا تعرفوا تقلبوا بما يرضي الله وبادب وتربيه، لكن ما تخليوش الناس يغلبوكم بالهضره، ما تخليوش هضرتهم هي الاخره، وما تخليهمش كما قال واحد خذوهم بالصوت تاع ديك اللي تبدا تعيط وتبدا تهز في صوتها عليك، وانت تم تتخلعي وتخافي وتسكتي وتبدا هيك تمهمي وتحوسي واش ترجعي لها. لا 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 لا، ابدا ابدا. حاولوا تتعلموا فنون الرد، كيفاش ترجعوا للناس، هذه كامل تديوها بالتدريب بالممارسه في ليزاتولي مع الناس، مع واحد ليزاتولي نقصد، لا اله الا محمد رسول الله، ليزاتولي او الورشات، مهما كانت الصنعه، مهما كانت الحرفه، باش تديو خبره. من الاحسن، من الاحسن بالنسبه لي انا، و يعني اللي تكون اون بروميير كاتيجوري، يعني نحاول نلقى لكم كلمات محفزه اكثر، انكم لازم تديروا خبره، انكم تتعلموا من عند الناس. والله البنات نهضر لكم على الخبره نتاعي انا، نهضر على في الميدان، ديت الخبره بالاقدميه، يعني طولت في الميدان باش تعلمت، هذا تعلمت منه حاجه، والاخرى تعلمت منها حاجه، كل وحده والتعامل السيء نتاعها تعلمت منها حاجه. ما كنتش نقول خلاص يعني ما تغدني روحي ولا لا، كنت نتعلم وندي خبره من الشيء اللي عملته معايا هذيك السيده باش ما يتعاود ليش مع وحده اخرى. اكيد اديت
ليكسبيريونس. لو دخلت عن معنا مثلا نكون خدمت مع ناس او كنت في اتولي مع يعني خدمت البرة وشفت ناس كيفاش تتعامل، اكيد ان الخبره تاعي كنت ديتها في اقل مده. انا جي بري بوكو دو طون، يعني طولت سنوات وانا نتعامل مع المليح ومع الحاير والقبيح والدوني والناس الملاح والناس العسل والسكر، يعني وانا من تماك بديت نغربل في الناس. تعلمت كيفاش نتعامل معاهم، عطاوني ليكسبيريونس. وما كاش اللي يتعلم ببلاش، نقولوا ما كاش اللي يتعلم ببلاش في الدنيا هذه. ضريبه لكل شيء. تعلمنا تعامل مع الناس وعرفنا نغربلو، وعدنا نعرفوا العباد من النظرة الأولى، عدنا نعرفوا العباد من طريقة الهضرة نتاعهم، من الشغل نتاعهم. عدت نعرف اللي نخيط معاه واللي اللي كيديه، وجعلي وقت وين عدت نهضر في الوجه كاريما أني ما نخيطش كاريما. حبيت نخيط ما نخيطش ما نخيطش، والله أنا حرة في خدمتي. على كل حال بنات، إن شاء الله نكون جاوبت الأخت. ماذا بيك أختي حبيبتي ولا بنتي؟ ديتي الدبلوم تاعك وعندك المقدرة أنك تفتحي المشغل تاعك، هي قالت صالون دو كوافير، وقالت أنا نميتريزي مليح المهنة تاعي، ما نقعدوش غير في لا ميتريز تاع المهنة تاعك. ماذا بيك تدي خبرة في التعامل مع الناس وفنون الحياة. فن الحياة هو أول شيء خلي المشروع تاعك ينجح بإذنه تعالى. ونقول لك توكلي على رب العالمين، وكوني قوية وإن شاء الله موفقة بإذن الله. وكامل البنات اللي راهم في الميدان ومتخوفين وحايبين يفتحوا مشروع، نقول لكم فقط توكلوا على رب العالمين، ديروا خبرة في ميدان ما، في مجال ما، وتوكلوا وخدموا. إن شاء الله ربنا يوفقكم. عندي أخت تاني هي خياطة، قالت لكم ما عنديش لي كليانت، عندها تاني معاناة في الخدمة نتاعها، هذيك نديروا لها فيديو منفصل أو نخليوها في كاش لايف. شوفوا البنات، أنا هنا راني وصلت، راكم شفتوا كامل المراحل تاع القندورة. هنا راني نسجف الطبق، انا الطبق الكتانه الكتان، مستحيل نمد القندوره بلا ما نسجف الطبق، مستحيل اني ندير لها سيرفيلاج ونطبق طبقه واحده ونخيط ونمد القندوره. خدموا بضمير يا البنات، خدموا بضمير. هذه الخدمه كامله اللي تسلكوا عليها راكم تسالون عليها قدام رب العالمين. وما واش مليحه واش مليحه واش حلوه انكم تديوا الدور نتاعكم هو حلال، تكون ضميركم مهني وجبتوا الصور نتاعكم بعرق جبينكم وانتم متهنيين وضميركم مهني انه الحاجه تاعكم راحت متقونه وما فيها حتى ديفو. هذه قندوره سامبل صيفي بارده تاع قلنا مراه كبيره، درت لها الخيط الحنا، طلبت موديل في الخيط الحنا، قالت لك باش نلبس في الدار برك. انا زدت من عندي هذو النويرات، سيت لا فورنيتور كاينه عندي في الدار، جبت لها ان بو دو تو، حطيت لها هذوك النويرات كامل جايين في لوطون تاع القندوره، كي الخيط الحنا كي النوارات جايين في تقريبا في الصومون في الغوز. القندوره هي مخلطه في لي كولور، حطيت هذوك النوارات مع خيط الحنا كوم ان ديكور، ودرت لهم حكمتهم بالزيكزاك نوار في الوسط باش جات في لوطون تاع القندوره. وهذه هي القندوره البنات، درت لها سيرفيلاج على لي كوتي، كفيتها كفه عاديه، قلبت سنتيم وزدت سنتيم باسكو القندوره ما مغسولاش ونظن انها رايحه تشرب شويه. هذه هي القنيدره فاده باهيه حلوه، انا نموت على لي موديل هادو، قنادري كامل تقريبا في النوع في لو جونغ هذا.